تمكنت مصالح أمن ولاية عين تيموشنت ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية من خلال فرقة البحث والتدخل من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة بتخزين وعرض لبيع المؤثرات العقلية. العملية جاءت نتيجة للاستغلال الجيد لمعلومات وردت لفرقة البحث والتدخل، وبعد توظيف أساليب التحري المدفولة قانونا تم استصدار 3 أذونات بالتفتيش صادرة عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العمرية. قامت بموجبه عناصر الفرقة بمداهمة أماكن تخزين هذه الممنوعات، أين كانت النتيجة إيجابية بتوقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع والأصناف قدرت بقرابة 500,000 قرص مهلوس و 11,000 قنينة من السوائل ذات الخصائص المؤثرة عقليا بقيمة مالية إجمالية مقدرة بحوالي 4 ملايير سنتيم. القضية تورط فيها 8 أشخاص من الجنسين، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية لتورطه في قضية مماثلة.